تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. نريد أن نتكلم عن سر القربان الأقدس، أي سر جسد السيد المسيح ودمه. ننطلق من قراءة من سفر الخروج قبل أن نصل إلى متى 26 وإلى مرقس. جاء موسى وقص على الشعب جميع كلام الرب، هذا في فصل 24 من سفر الخروج آية 3 إلى 8، وجميع الأحكام. فأجابه جميع الشعب بصوت واحد وقالوا جميع ما تكلم به الرب نعمل به. نعمل به يعني بالعبرية نعسي، والعبرية عسى ليست مثل العربية عصى التي تعني تمرد على. على كل حال بنى موسى مذبحا من حجر، وهنالك وذبحوا هناك عجولا ورشوا دم هذه العجول على الشعب، وقال موسى هو ذا دم العهد الذي عاهدكم الرب به على جميع هذه الأقوال. سيدنا يسوع المسيح أخذ نفس العبارة، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي. هذا ما نقرأه في إذن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق من أجلكم أو من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. هنا أصبح عندنا نقلة نوعية من دم المواشي إلى دم السيد المسيح، من مذبح الحجر إلى مذبح البشر، من الذبح الدموي أي بالدماء إلى الذبيحة غير الدموية التي هي القداس الإلهي حيث الخبز والخمر. طبعا نود أن نقول هنا، أن نلفت الانتباه إلى أن كل الجماعات المسيحية بشكل عام تتقيد بالكتاب المقدس وتنقله بشكل نزيه، ولكن هنالك جماعة رئاستها في الولايات المتحدة الأمريكية بدل أن تنقل هذا هو جسدي مثلا متى 26 وما يقابله في مرقس، الآن هذا هو النص، قال لهم تو تو استين تو سوما مو، هذا هو استن يعني هذا هو جسدي، هذا هو جسدي، هذه هي كأس دمي، إذن أو هذا هو دمي. مع الأسف ترجمة بروكلين المسمى بالعالم الجديد، لأنها فعلا عالم جديد غير عالم الكتاب المقدس، تقول هذا يمثل جسدي، هذا يمثل دمي، أو هذا يمثل كأس دمي، أو هذه الكأس تمثل دمي، مع أنه ما فيش تمثل، فيش represent، فيش لا هذا يعني جسدي أو يعني دمي means، بل النزاهة، وهي أمامكم النص الأصلي تتطلب ذلك. إذن ليس كلامي هنا تهجما، بل هو دفاع عن الكتاب المقدس، هو دفاع عن الأصل، هو دفاع عن النزاهة والأخلاقيات في النقل، أو كما تقول العامة في الترجمة. أنت تريد أن تفهمها إنه هذا هو جسدي، عندك أنت تعني هذا يمثل جسدي أو يرمز إلى جسدي أو يعني جسدي في تفسيرك، في تفسيرك، فهذا تفسير، ولكن النقل يعني الترجمة يجب أن تكون أمينة. النص يقول، لا يقول هذا يمثل جسدي، لا يقول هذا يعني جسدي، لا يقول هذا يرمز إلى جسدي، بل هذا هو جسدي. كما أيضا مثلا اذهب وتلمذوا جميع الأمم، مثل تفسة باندتا إثني في
متى 28:19 اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وخطأ أن تزيد عليها أناسا من جميع الأمم، أناسا يعني بعض الناس من جميع الأمم، لا، النص واضح، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وشكرا لإصغائكم.